السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. الجده روزي النهارده جايه ومعاها قصه جديده، يا رب تنال اعجابكم وتكون عند حسن ظنكم. قصتنا النهارده عن رجل راعي يرعى امه وزوجته وذريته. كان يعمل خادما لدى احدهما مخلصا في عمله يؤديه على أكمل وجه، إلا أنه ذات يوم تغيب عن العمل. فقال سيده في نفسه: لابد أن أعطيه الدينار زيادة حتى لا يتغيب عن العمل. فبالتأكيد لم يغب إلا طمعا في زيادة راتبه. وبالفعل حين حضر الثالث أو ثاني يوما أعطاه راتبه وزيادة عليه دينار، ولم يتكلم العامل ولم يسأل سيده عن سبب الزيادة. أو بعد فترة غاب العامل مرة أخرى، فغضب سيده غضبا شديدا وقال: سأنقصه الدينار الذي زدته. وأنقصه بالفعل ولم يتكلم العامل ولم يسأله. فاستغرب سيده من رد فعله، فقال له: زدتك ولم تتكلم، وأنقصتك ولم تتكلم. فقال العامل: عندما غبت المرة الأولى رزقني الله مولودا، لذلك غبت، فحين أعطيتني الزيادة قلت هذا رزق مولود قد جاء معه. وحين غبت المرة الثانية ماتت أمي، وعندما نقصت الدينار قلت هذا رزقها قد ذهب معها. ما أجمل من أرواح تقتنع وترضى بما وهبها الله أو وهبها الرحمن إياها، وترفع عن سبب ما أتاها من زيادة في الرزق أو نقصان إلى الإنسان أو أي إنسان بهذا الإطلاق. في منا أول ما ربنا يديله: أوه ده تعبي وشقايا، وأنا اللي عملت كده، وأنا أستحق، وأنا، وما يحمدش ربنا على الرزق اللي هو عطاهوله. أما إنسان تاني أول ما ياخد منه ربنا أو ينقصه من رزقه: إيه أنا ما عملتش حاجة، أنا إيه ذنبي، ويفضل يتبطر وما يشكرش ربنا على النقص أو الزيادة. دي أرواح جميلة، وأتمنى نكون نتخلق بأخلاقها ولا جزء بسيط أو حتى جزء بسيط. والسلام عليكم.